هني عندنا مشاهدين الكرام قص البراقع، وعندكم بالولاية المرأة المتزوجة تلبس البرقع؟ لا ما بشرط، هذا بالنسبة للأمهات، الجدة قصدي. والفتيات ما يلبسونه؟ لا لا. نعم، هني عندنا التلي. خلاص احنا حفظنا شو معنات التلي، اللي تابعنا دايما عرف التلي يعني عبارة عن خيط، خيوط متعددة الألوان، أكثرها يعني أغلبها تكون فضية أو ذهبية، والخيط اللي يبغون يعني يضيفون فيه اللون الثالث على حسب أي امرأة، ممكن ينحط في الملابس كتطريز. هني أيضا طبعا خياطة الملابس. هذا الجانب مشاهدينا عندنا المخاض، هاي لبن صح؟ نعم، يحطون الروب وبالتالي يوخرون منه الزبدة واللبن.